بكم. مش كنت تقولوا انكم مش هتعرفوا تتصرفهم؟ اهو ده اللي حصل. انا هتصرف. يعني مؤاخذة انت تستقضي حاجة بمعرفتك. اسكت انت. يا خدتك يا خدتك. بذمتك خدت ثانوية عامة؟ اسكت انت اسكت. بس يا معلم. وانا اتكلم. الو كباريس صرصار المراهق، مدام نونا من فضلك. نونا، اهلا نونا. ازيك يا نونا يا بنتي؟ طعم انت يا حلوه. انا دكتور ويليام. نونا انا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا. لا 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 لا، شغلانه مهمه قوي. اي خدمة؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا لا لا، انت بتاع المساج. يلا قوم لحسن مستعجلة، ابتدي الجلسة بسرعة. جلسة ايه يا استهاني؟ اكيد حضرتك غلطانة. انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصة انا تحت امرك. اوكي انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. قول. مره بابليون برابرت كان نازل يشتري معسل، راح عند الراجل بتاعنا. فبابليون برابرت ما لقاش الراجل بتاع المعسل. امه قالت له انت ما لقيتش. ام بابليون برابرت بقى قالت له ايه؟ قالت له ايه؟ معسل ليه؟ عظيم عظيم. خير يا دكتور؟ طمنا. ولا خف شوية علي، خف شوية يا معلم. دي لسه مرحلة تمهيدية. وبعدين بعد ابراهيم باشا جه وراه على طول زكي. ايه ده دكتور؟ بتبوسه بتبوسه. ايه ده النصر دي؟ بتحضنه؟ خف عليا بقول لك، بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خليك يا معلم. بيقول عليه السرياوسي بعد ذات السماك. هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها. خشتي تحسين. مات مات. الف مبروك الف مبروك يا معلم، الف مبروك. الاستاذ تحسين في غايه القوه والحيويه والنشاط لدرجه ان الجهاز اعصابه ما استحملتش. ايه وتسيبت العراجل؟ وتسيبت العراجل؟ وتسيبت العراجل؟ اشكرك يا رب. تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحاله اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحاله بسيطه، ما تخافوش. حلاوتك انت. قول قول زي ما عجبك. قول. بقولك هجيب خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي، مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيد عن الشقه، في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث. عايز يا استاذ. ايه العمل اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي، الاحتياط واجب. كان لازم اطمن ان اللي ما سماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين، ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ أنا زعلان عليك أنت. وأنا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمري أحلم بيكي وأتمنى أكون جنبك، ويوم ما نكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي. أنا جنبك وهفضل جنبك لآخر يوم من عمري. ودي كلها أزمة وهتعدي على خير بإذن الله. يعني هنقدر ها؟ تحسين.
بقولي لا ايه؟ مش هناك انتي لسه برضو زعلانة مني حتى بعد ما عرفتي ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانة على بختي اللي مال وحظي اللي اتعارك. ما خلاص هانت، انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تأجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخرة يا معلم. اهدى يا زوبة، الموقف صعيب وانا حالتي اصعب. الصبر يا زوبة الصبر. اشتري منين يا معلم؟ مش كفاية اني طول الليل نايمة وحضن الوسادة الخالية، وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبة، واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق تحت السرير بكسف اقول ده. انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رش، تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا بلاش كده زوبة بلاش، احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظة انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئة ونسميه سراج. داكس استنى وحده استنى، خش انت روح خلي دي هنا، لو كانت فلسطين وحياتك. مالك يا اسطى؟ هي الدنيا طارق؟ يا دهوي يا بحتين انت يا حضرتك. يا لهوي امك ماما بلاش دوشه بقى، قلبت دماغي عاجبك كده؟ ما هي سرقت لما شافت خلقتك. لو قلبك عليها صحيح طلعها، ده بعدك خلاص والنبي لاكون شاربه من دمك النهارده. هات الشنطة من قدام وحياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واقف كده ليه؟ العربية ماشية من غير سواق. في عربية من غير سواق؟ يا راجل شوف شغلك. اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا معطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعملي ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعدوا عن بعض. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. جاتي خيبه بتحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقل، مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا وليه؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى، انا مش عايز فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى الطراوة كده ليه؟ انا حاسس بطراوة. ايه يا وليه انت عايزة تعملي ايه بالظبط؟
اهدى غسيل كويس. لا كده اعطس بقى وكده احكي. باي باي. الهدوء الهدوء يا بنت المجنونة. اه خليك كده خلي يا ولية هات الهدوم وإلا حتى أضرب فيك لغاية ما بلغ صح. يا خدتك يا لو دوم يا لو دوم يا حلو دوم يا ولية هات هات الهدوم هات الهدوم هات الهدوم احترش عسلك هاي حتى أضرب فيك لغاية ما بلغ صح. ايه بس ايه بس ايه انت زعلت يا حبيبي عبد البرش انت الكرسي يروح. باي باي جود باي باي باي. الحمام جرحة واطلعي بالحالة اللي انا فيها دي جناية. بقول لك اطلع احسن والله العظيم. يا سيد انا عندي موانع شرعية ما تفهموها بقى. افهم من كده انك مش عايز تطلع يا عبدو يا مصطفى تعالوا هنا بسرعة. هل الراجل ده يطلع من البحر يلا بسرعة. اوعى حد يقربني اوعى حد. طب طلعوا الستات الاول. انا غير مسؤول عن اي حاجه. المساله هتتكشف. اوعى ايدك طلعوا الحريم طلعوا الحريم. انا ماليش دعوه طلعوا الحريم. كل واحد يخلي باله من نفسه. تعال هنا تعال تعال. ايه الحكايه؟ هو مسجل معاكوا ليه؟ مش عايز يطلع ليه الراجل ده؟ قلع يا بيه قلع. انت سيادتك عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام. في حد في الدنيا ينزل الميه من غير ال وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاسك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان اسك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع. وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 بس. اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل. وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده. مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي ايه دي اللي ما تطلعش تاني؟ اصل انا بفتح الدولاب دايما. تبص تلاقي هي طالعه في قلب فانا لما بطلع هي. السلام عليكم. الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطه ست الاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفني قدامه وقعد يهزق فيا الكلام ده؟ يخرب بيتك هم سابوك تاني؟ انت عايزه مني ايه يا ولية يا هبت بقى؟ يا ماما يكون في علمك لو تحسين جرى له اي حاجه انا هموت نفسي. اخت عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده، ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحسين شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد. معلش يا حبيبي، طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحكيم. عاك عليا يا ست. انا غلطان. هات راسك ابص. اوعى شيل ايدك انا جدتي متلبشه. طيب ايه رايك لو سهرت معانا الليله دي في النادي الليلي بتاع الاوتيل؟ اه مفيش مانع. اهدى تجيب لي ميه سخنه اعمل بيها ايه دي؟ احلق بيها دقني؟ هات لها ميه سخنه. لمين؟ لحماد؟ تحت امرك. انا فاضله. افندم. شوف ماما تاخد ايه؟ ماما؟ تاخدي ايه يا احلى واظرف وابعص حما في الدنيا؟ اخد عمرك. هات لها سامعه؟ تحسين سامعه رقه ماما وظروفها وخفه دمها. بقول لك ايه؟ عايزه طبق مكرونه سباكيتي بس توسع. فرخه محمره بس مش من بتوع الجمعيه انا عارفاهم. فرخه بلدي من اللي امك مربياهم.
هتلاقيها مكرونه سباكيتي وفرخه بلدي من لمه مربياها. نعم. وهتلاقيها بتنجان مخلل عشان هي بتحب البتنجان المخلل. احنا بقى جاب لنا 2 شوربه فراخ من لمك مش مربياها. وبعدين بقى 2 اسكالوب بانيه من لابوك مربيهم. يلا بتسلوح ليه؟ اتفضل امشي. هقلب عليكوا غم هنا بقى. تحت امرك. يلا. منوره يا حماد. مالكش داعي. سباكيتي والفراخ بتاعت امي. احطها فين؟ ايوه هنا يا ابن المرضوح. دي اللي امك مربياها؟ دي مراتك اللي مربياها. اكلك منين عيني يا فرخ؟ اكلك منين؟ شغلك. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان. اجيب لك تحت مفصل يا حمادي ولا تحبي بابا غنوب؟ اما افكارك بس. انا لا عايز اعرف في حاجه برقص مع حماده. يا ايه واحد برقص مع حماده ممنوع. ترقص مع حمادك؟ ايوه. هي فين دي حمادك اللي ترقص معاها دي؟ هتعرفني بيها كمان. استاذ ويليام مدير الاوتيل حماتي. لا احنا صعايده بقى ممنوع البوس. حش انا متاسف فاتتني دي. تاخد كام وتسيب الاوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول بنتكلم جد. تاخد كام يا وليه؟ الحقيقة يا وليه. مبسوطة ستي؟ معلش مش شفت لنا اي لوكاندا تاني؟ مش ممكن. المرة دي جت سليمة وطردونا من لوكاندا، المرة الجاية هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يسللك بعقلك، اهو طول ما انت على الرصيف كده وانا متكيفة جدا. مبسوطة من طولة لسان امك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده؟ ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. احنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح. وساعتها حلاقي ألف حلال. استريحتي؟ أوي. ما دام هتستنوا في الشارع للصبح يبقى أنا مطمنة أوي إن مفيش حاجة هتحصل. تصبح على خير يا حبيبتي. وأنت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني أنام فيه
ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده، هتلاقيني بقطم رقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكل على الله. يلا اهدى، انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده في بيت ابوك يا ست؟ انت انا طردتك ولا الحكايه بقى جر الشكل وتلاقيه حكايتك يا يعني. يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما انت سامعه امك وانت مش سامعه جوزك. معلش استحملي يا حبيبي، انا هفرح. يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما، لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح، اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما، تحسين روح هات تاكسي لماما. تاكسي؟ الله يرحم ايام ما كنا بنشعبط في الترماي. سامعة؟ تاكس تاكس. اتفضل يا ست هانم. خد بشيش. من فضلك توصل ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاه. يا ويلك يا سواد ليلك. عايزين الكندا استاذ، بقول تحب تطلعي لادي الكندا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شاورما. تاكسي تاكس 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 تاكس. حاسب يا اسطى. اتفضلي اخوانا. ايه بالعمال دي؟ اي ايه ده؟ هتخلوا عندك دم بقى. طب اتفضلوا انزلوا. يقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ حد كلمهم؟ البواخه بتاعتي. ايه ده؟ هو مفيش تكواس يعني؟ يلا برد. خلاص يا دي يلا يلا بينا. يلا خلوا عندكم ذوق بقى. ايه يا شيخ بالهم؟ ادينا نازلين. اتفضلوا. حد كلمك؟ عندي تهزروا وقت. اخرج. ايه فوضى؟ ما هو ما تتكسفيش كده بقى عشان اتكسف انا كمان. دي حاجة جديدة عليا. دي حكاية بسيطة خالص. عارفة كل الحكاية ان احنا بنتلخبط على بعض ونقوم مخلفين شوية عيال. طب لخبطني بسرعة والنبي. بسم الله الله أكبر اللهم صل على النبي. تعمل ايه؟ متنايل على عينك. ايه ده؟ حاسس ده مش غريب عليا يا بخير. مالك يا معلم؟ مش عارف. معلم ده مين؟ ظريفة الحقوني يا بني. يا عم يا عم انت فين؟ انت بتتكلم عليا مالك صلاح يا حبيبي. انت ما تستناش جاي ورانا. يا جوبنا بقى بعد الهنا اللي هنيتهولك راح تتجوز عليا. ان ما فرجتك وعفرتك انت والواد تحسين ما بقاش انا بس. يا اخوانا قولوا كلام غير ده. يا اخي هو ده اللي حصل. انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط. دي نكدت علينا في اسكندرية وفرجت علينا اللوكاندا كلها. أوه. وشدت البتاع. يا بابا يا بابا انا شفتها بعناية. دي ما ارتحتش لما طردونا من اللوكاندا. طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خبيتك كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت قصدي بتاع ارواح ويشوف لنا حل في الحكاية دي. لا اطمنوا دي بسيطة. اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصيه ظريف. امي ام الله يرحمها. ايوه انا امي كانت ملبشاها وكانت دايما ظريفه تعمل لها الف حساب. تمام كلمت. وامك اشمعنى اسمها ايه؟ حفيظه بنت مسعده. بللم بللم بالبليله. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت. عمك مدبولي بيناديك وبدو يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت دين ايديك. ظريفه بنت مسعده مطلوبه في مهمه رسميه كلها خير وانسانيه. هندور عليها بهميه. المهم استنى عليا شوية. ما تخافش ما
مش هتتعب يا عم شبراكيت، اكيد هتلاقوها، دي معروفه عندكم كويس. بلاش يا اخي تتكلم تودي نفسك في داهيه، زمانها بتاكل دلوقتي مفتقه يا عم شبراكيت. اه ده يأذوكي بعدين. معاك حق يا اخويا، الطلب موجود والارسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبراكيت؟ الوصول تبعتوا لها الاول دعوه من اللي عليه النيه وصدق عليها من الانصليه، ده غير تذكرة الطيارة رايحة وجاية. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبراخيت واخد باله. يا بني ادمين اسكتوا، انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبراخيت ارجوك تحاول، واما من ناحية الاجر انا هكتر وعناول. ول 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 ول. ايوه طبعا احنا تحت امره. اديله زرابيا، اديله زرابيا، شوفوا له زرابيا، دي ماشي طمي عطسي، وده عطسي طمي، والله عطسي طمي. مساء الخير يا جماعة. أمي وحشاني، أمك وحشاني، ودوني لأمي. ازيك يا أمك وحشاني؟ وانت كمان يا ابني. ليه يا أمك سيبيني لوحدي ليه؟ لحال الدنيا يا ابني، محدش بيعمر فيه. وازاي الحال عندكم يا استحفيظة؟ كل الناس يا معلم عايشين على لسانهم كلمة يا ريت. اللي في الجنة شايفين اللعيم والراحة يقولوا يا ريتنا كنا كترنا، واللي في النار يقولوا يا ريتنا ما عملنا ولا أذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير، كنت عايزيني في ايه؟ ظريفة يا أما، ظريفة مطهراني في عشقي. وأنا والنبي كمان أنا عايزة أتجوز. دي مدوخانة كلنا يا استحفيظة. الولية دي مش ناوية تجيبها لبرا. عدوك على اللي عاملاه عندنا كمان عندكم. قلب الدنيا موقع الملائكه في بعض والشياطين في بعض، خلت الاخره فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم رضيت تقبلها. الاربعين يوم الاولانيين نامت على الرصيف وبعدين هربت وجت لكم. والعمل يا اما مش عارف اعيش، دي جت ورايا اسكندريه. ولا يهمك، سيبوها لي انا، انا من زمان معروفه منها. علي النعمه طول عمرك ست مجدع، وما حد هيجيب دجا غيرك. والله يا عال بتعملوا اجتماعات سريه من ورايا؟ انت جادي يا ظريفه، يا نهارك اسود، اللي جابك هنا يا وليه؟ بتعدي صوتك على اقدم منك، مش عامله حساب للاقدميه يا قبيحه قله الادب. يا ناس يا بره، ده دول ما هو مش عايزين يناسبكم، هو بالعكس هيتجوزها غصب عني. من ده بس اياك انت تتلبي وتروحي لهم البيت. سيبي يا بنتي، بس هي واحدة هربانة من عندكم مبهدلانا الدنيا هنا. يا بنتي سيبي يا بنتي، العنوان شارع الشرفة نمرة 4، الحقونا دي مبهدلانا يا ناس. يا بنتي لا ما تخافوش عليا، أنا ماسكاها من زمارة رقبتها. أهلا. تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطه الاتوبيس عشان ارجع لكم، ومش عارفه زحمه مواصلات بقى. اتفضلي قدامي. لا ليدي فيرست، يعني انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول. اتفضلي. اوعي سيبي. العربية اللي خدوني فيها الكاوتش بتاعها فرق، فسبتهم وهربت وجيت لك. وجيانا انا ليه؟ انا راجل مدرس في حالي، اعملي معروف، روح لهم تاني. روح اروح لهم؟ اروح لهم ازاي؟ ما هم اتجوزوا، مروح دلوقتي ملوش لازمه يا خمس. وانا مال انا يا استي ظريفه؟ وانت مالك ازاي؟ ما هو انت وحداني وانا وحدانيه، انت فرداني وانا فردانيه. قلت بقى يا بنت
نتلم على بعض. هنتلم يعني هنعمل لمه؟ لا لمه ايه يا حياتي، هنتجوز بعض. اسددك، اطبخ لك، اغسل لك هدومك المريحه دي. ده انت كده منفسه خالص. منفسه في عينك، ده انت اصلك ما تعرفنيش، ده انا هرميك، حبستك، هخلف لك عفريت صغنونه قد كده اهو، تحفراتك تجننك. تعالي تعالي ظريفه هانم، ظريفه هانم، ظريفه هانم، صلي على النبي، صلي على النبي. بص ايه، ما هتروح في الهوا. النهارده الجمعة، أنا بقفل يوم الجمعة. مش هتفتح؟ لا أنا مروحة. مع السلامة، إلى ربنا يخليك البني آدم لحضرتك. إيه ده؟ طيب كده تهرب مني يا روحي. ست اعملي معروف. إيه؟ اعملي معروف، أبوس إيدك، ابعدي عني. بوس. أنا ما رضيتش أتجوز بني آدمية، أتجوز عفريتة. ده انا حبستك قوي يا مجنون. مش هتلحقي، انا هنتحر. خميس احب الموزه بنقطه. خد اما اقول له تعالي. وقعتيني يا ده، قوتك سبحت الله. انت عايزه ايه مني تاني؟ ما تسيبي الجدع في حالي. مش كفايه انك ما عملتيش خير في دنيتك؟ اعمليه مرة واحدة في اخرتك. طب سيب قدام، هجوزه بس مرة واحدة قدامي. يا ستي سيبيه يخرب بيت سنينك، مزرجنا معايا ليه يا حاجة؟ قدامي. مالكم واقفين مبلمين كده ليه؟ عايزانا نعمل ايه؟ واحنا قدرنا نعمل حاجة وما عملناهاش؟ من دلوقتي تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. انا خلاص سلمتها لبوليس الاخرة. ينصر دينك يا شيخة. ينصر دينك يا حبيبتي. بص يا حاجة، وشاكر يامه قوي حبيبيكي.